أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: من فاتته سنة الفجر الراتبة فلم يذكرها إلا قبيل وقت الظهر أي في وقت النهي فصلاها عندئذ، هل فعله صحيح؟ وكم وقت النهي عند زوال الشمس؟ نعم، الرواتب تقضى لأنها سنن مؤكدة، فإذا صلاها قبل دخول وقت الظهر فإن هذا قضاء لها وهو مشروع. ووقت النهي يبدأ بتوسط الشمس فوق الرؤوس، إذا توسطت الشمس فوق الرؤوس دخل وقت النهي إلى أن تميل إلى المغرب ببروز الظل نحو المشرق، يزول وقت النهي بزوال الشمس عن وسط الرؤوس. وهو وقت قصير لا يتسع للصلاة، وقت قصير لا يتسع للصلاة.